تقول أختنا: فاتت علي صلاة المغرب أثناء وجودي في المستشفى، وأنا لم أنتهي إلا بعد صلاة العشاء، هل يجوز قضاؤها مع صلاة العشاء؟ والسبب أنني لم أجد مكانا أراه مناسبا لتأدية الصلاة فيه. الواجب أن تصلي المغرب أولا، نعم، ثم تصلي العشاء بعدها، تكون المغرب قضاء، إذا كان خرج وقتها تكون قضاء. الحمد لله، تصلينها قبل العشاء. طيب، من أجل الترتيب. نعم.